السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، إنما كنتم تحية مباركة عطرة وحلقة جديدة ومحور جديد نناقش اليوم فيه كما قلنا مسألة ذكرى النكبة بعد 10 سنوات من هذه النكبة التي دمرت الأرض والإنسان وشردت الملايين. نتساءل اليوم أمام شعبنا اليمني العظيم وأمام أولئك عيال الساحات وأولاد الساحات وأنصار الساحات والمشروع التدميري، ماذا حققت هذه النكبة لليمن واليمنيين على مدى 10 سنوات؟ ماذا قدمت للشعب اليمني؟ عندما يحتفلون أو يحتفون دائما جرت العادة إنه أي مشاريع أو أي ثورات أو أي يحتفلون بالمنجزات، يحتفلون بالمشاريع، يحتفلون بالخدمات، أما أن تدمر ما كان قائم وتشرد الملايين وتقتل وتسلب وتسرق وتمارس أبشع الجرائم بحق الشعب ثم تأتي وتحتفل على أشلاء وجماجم الشهداء والجرحى ومآتم الآلاف الأسر وملايين اليمنيين الذي تعيشها البلد منذ أن جاءت هذه النكبة، هذه التساؤلات نطرحها أمام الجمهور الكريم. أذهب إلى فاصل ثم أعود لاستقبال اتصالاتكم على تطبيقي الإيمو والدو والأرقام التي تشاهدونها على شاشة نتابع. أهلا بكم كما قلنا مشاهدينا الكرام، نتساءل اليوم ربما تكون هنالك منجزات نحن لا نعلمها، نتساءل أمام شعبنا هل كانت فعلا نكبة أم هي ثورة كما يدعي أصحابها؟ هل كانت فتنة؟ من المستفيد من هذه النكبة؟ أين أنصارها؟ أين أربابها؟ أين قادتها اليوم؟ ماذا استفاد الشعب اليمني من بعد كل هذه السنوات رغم الشعارات التي حملتها يعني ما يسمى بثورة فبراير أو فتنة الربيع العربي؟ وعلى فكرة إنه الناس تتجاهل، حتى نستغرب الحوثيين يحتفلون ب 11 فبراير والإخوان يحتفلون ب 11 فبراير، هذا ما يخص الشأن اليمني. وحينما نتساءل كانوا جميعا في ساحة واحدة، كانوا جميعا خرجوا من ساحة واحدة وخيمة واحدة، وبالمصادفة إنه حتى في مثل هذا اليوم 11 فبراير كانت الثورة الخمينية وهو لا يدركها كثير من الناس، لكن ارجعوا إلى التاريخ ستجدون إنه في مثل هذا اليوم كانت الثورة الخمينية أو الفتنة الخمينية ووصول الخميني إلى طهران. وبالتالي المخطط الخارجي الذي كان في الوطن العربي ومنها اليمن لم يكن على سبيل الصدفة، كانت هذه كان الشباب صحيح لهم مطالب، كانت هنالك مغرر أيضا بالنسبة للإخوان يحتفلونهم يعتبرون أنه هذا اليوم بعد مصرع زعيم الإخوان في مثل هذا اليوم أيضا في 11 في أبراير وأعلن في اليوم الثاني. طبعا كلها نكبات مرت اليمن، كل هذه الجماعات المتطرفة التي تتقمص بعباءة الدين لم تأتي بخير ولم تأتي بعافية ولم تأتي بأي مشاريع. أذهب إلى أيضا هذا الفاصل أيضا كما قلنا مشاهدنا الكريم الذي يختصر آلاف التقارير ويختصر آلاف الحلقات لما آلت إليه اليمن بلد الإيمان والحكمة، نتابع ثم عود لاستقبال اتصالاتكم. تعال ترحلوا معك المجاعة والظل والحروب المناطقية والقبلية، ارحل ترحل معك الرشوة ونهب الأراضي والاستبداد العائلي، ارحل. يعود اليمنيون إلى بلادهم مكرمين معززين. إذن هؤلاء جماعة ارحل، قالوا يرحل سيرحل يعني الفوضى وسيرحل الفساد وسيرحل كل شيء كان سلبي. يعني احنا ما قلناش انه كان المتمر او النظام السابق كانوا ملائكة مش مخطئين، لا لسنا ممن يدعي هذا الادعاء، كانت هنالك ايجابيات وكان هنالك سلبيات، لكن اليوم ادوا لنا واحد ايجابي يا جماعة، ادوا لنا شيء استطعتم ان يعني تقضوا على الفساد ولا الذي كان موجود او على الاخطاء او على الجانب السلبي، واعطونا شيء ايجابي صنعتوه، ما الذي فعلته من هذا البلد؟ وثم تأتونا بعد 10 سنوات من هذه النكبة الذي لم حتى الشارع ما زفلتوه، حتى الطريق ما فتحتوه، حتى مدرسة، حتى فاصل، حتى كلية، حتى معهد، دوننا ماذا صنعتم؟ بل أتيتم بحرب قضت على الأخضر واليابس وتحتفون اليوم في فنادق الرياض، في فنادق طهران، وفي فنادق تركيا، في فنادق الدوحة، تحتفلون بأنكم صنعتم منجزات ومعجزات لهذا الشعب وتدعون الحرية ورغم الدمار رغم الخراب. اليوم الشعب اليمني هو من يجري ثمار هذه الحرب، وهو من يعني يدفع الثمن باهظا جراء هذه النكبة وجراء هذه الفتنة التي حلت بالبلد، لكن إن شاء الله ستزول، وكل هذه المشاريع الصغيرة مهما تطالت مهما يعني تعاظمت كلها ستنتهي وتكون آخر فتن كما قلنا لشعبنا اليمني. أول متصل معي، مرحبا. ألو. ألو ورحب. هلا فارس، كيف حالك؟ حيا ورحب أبو عفاش، تفضل. الله يحييك، أخبارك؟
والله اخبارنا زينا اليوم بعد 10 سنوات من النكبه يا ابو عفاش، نقول ماذا قدموا وماذا صنعوا لهذا الشعب؟ ربما في منجزات احنا ما نعرفها نتجاهلها. انتم خرجتنا بالبرنامج الحلقه من الحين بدت علينا هذا الصوره البليه، هذا صوره البليه اللي قال ارحل ارحل. نذكر الناس ضروري نذكر الناس يا ابو عفاش. تذكر الناس هؤلاء ناس خباث، هؤلاء ناس كان يقول لي ارحل ارحل الجوع ارحل مدري ايش، الحين جاوا عجبوا يبعث في السعوديه يبعث له تمر للحين شيء مشرد ابوه. كان يعني ايام علي عبد الله صالح كان في القمه. نعم. وكان يشتم ويلعن وكان يرفع لنا الصوت يا شباب، ارفع الصوت الصوت. نعم واصل يا ابو عفاش. هذا الصور هذا الصور هذا الصور الخبيثة، هذا خبث من الحوثي، هذا هذا خبث من الحوثي، هؤلاء الصور هذا الدواعش، هؤلاء الدواعش هذا داعشي هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلهم كانوا في ساحة واحدة وفي خيمة واحدة يا ابو عفاش. ايوه هم الحرام يا هؤلاء هم الذين كبوناهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما فيش الحوثي ما في الاسبوع، والله لو ما هؤلاء صحيح يدعموا ويسلموا لها الاسلحة ويسلموا لها كل ما في الحوثي. شكرا يا ابو عفاش، شكرا وحييك وصلت الفكرة. وحييك ومصل جديد، الو مرحبا. الو نعم اتفضل اخي. من كالعاده اقول مشاهدينا الكرام استقبل اتصالاتكم على تطبيق الايمو وعلى تطبيق الدو والارقام التي تشاهدونها على الشاشه مباشر، ونتساءل اليوم وسنظل نتساءل ما الذي قدمت نكبه 11 فبراير لليمن واليمنيين. خلونا نشوف اتصال دولي. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، من معي اخي؟ معك ابو عفاش من تايز. مرحب تفضل. كيف الأمور؟ الأمور كما تشوف، ما رأيك؟ ما رأيي، هذا يحتفلوا بالنكبة اللي نكرت اليمن يا أخي. صحيح. نشهد عليهم ولا يفتحوه. نعم. أقول لك نكبتهم هذا نكبة اليمن وهذا على عقب. يوم يحتفلوا يعني بنكبة موش أقول لك نكبة شفر لك ما هي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يفتحوا ولا يتناقضوا ولا كذاب يا اخي. لا لا بعيد عن هذه الالفاظ، الله يحفظك يا ابو عفاش. يعني خلينا ننتقد ننتقد الكلب اوفى، ظلمت الكلب. احنا بمرارة بمجاعة بخوف يعني بقتات طرق بكل ما يريد الانسان. صحيح. وهم يحتفلوا. شكرا يا ابو عفاش، احييك اخي ومصل جديد، الو مرحبا. الو نعم. موجود يا عم خالد. الو مرحبا اتفضل اخي، من معي؟ الو معك محمد علي غليس. اتفضل يا عم محمد. واصل انت على الهواء، حياك الله. سامعني ولا لا؟ غير يا عم خالد، خلونا نشوف ابو بسم الله. تفضل يا ابو بسم الله، حياك. ايوه معك تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. معاك يا ابو بسم الله تفضل. مساك الله بالخير يا فارس. مساك بالنور النعيم. واصل. والله بالنسبه للمنجزات عملوا منجزات الحوادث. الحوادث عملوا منجزات المقابر. تبيع الشعب هذا المنجزات هذا الحوادث. وبالنسبه لاصحاب الاخوان. نعم. واصل. بالنسبة لأصحاب الأخوان هم عملوا يعني هم استخبارات في تركيا. صحيح. بالنسبة لعلي عبد الله صالح الله يرحمه رحل ورحلت مع المنجزات. حسبنا الله ونعم الوكيل. بيض الله وجهه قد أدى ما عليه وسلم الراية، وإن ذهب صالح فهنالك ألف صالح إن شاء الله يا أبو بسم الله. الدنيا ولاده واليمن ولاده، وحييك شكرا لك. ومصر جريد له مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، من معي اخي؟ العميري. وارحب يا حمياري تفضل. اخي نكبه فبراير يتمت الاطفال والنساء. هذه ثوره، هذه نكبه. نعم. سلام الله على عفاش، سلام الله على زمان عفاش، سلام الله على امن عفاش. نعم. ونقول لمن نزحوا الى تركيا هؤلاء انقص من ذنب الكلب. شكرا لك، وانك ظلم وان معني وان ظلمت الكلب يا حمياري، لكن شكرا لك.
احييك اخي، شكرا لك. من الحيوانات الأليفة والحيوانات الوفية، واحيانا هكذا الدنيا يعني، هكذا الدنيا يا جماعة. هؤلاء أدوات رخيصة، باعوا كرامتهم، باعوا وطنهم، وبالتالي اليوم يعني أين هم الآن؟ أين هم؟ ألو، نعم، من تفضل أخي، من؟ مساك بالنور أبو عبد الله، تفضل. كيف حالك يا فارس؟ طيب، نحمد الله على كل حال. أخوي، واضح اللي ثورة 11 فبراير أكيد يعني يا بتلهم إيش اللي سرقوه، هذاك اللي سرقوه أيام علي عبد الله صالح، انتبهي. نعم، اللي سرقوه أيام علي عبد الله صالح في الجنوب راح عليهم، هذا وحده. نعم، سرقوا من أول وجديد، وأخذوا وسووا بدل الجنوب ودوا على تركيا زي ما قال لك أبو بسملة، أبو أسلمة. صحيح. لكن بغينا الأخ دحين، بغينا الناس تعترف، هل هم معترفين انه هذه 11 فبراير هي نكبة ولا لا؟ ما زالوا يحتفلوا يا ابو عبد الله ويعتبروها منقص تاريخي، كيف يعتبروها منقص تاريخي ما وقع في اليمن نعم، لا زالوا عادهم مصرين. صحيح. فانا بغيت الريال صاحبنا هذا اللي تعرفه، نعم، يتصل في جماعته هناك في قناة سهيل ويقول لهم، يقول لهم يا جماعة فضحتوا، نحن دي نكبة مش ثورة. صحيح. بس خلي يقولوا لهم الكلمة هذه لأنه في برنامجهم بكرة. نعم. وإن شاء الله يسمع الكلام. يعني يا أبو عبد الله، أصبح كل شيء واضح وكل شيء بين. اسمح لي يا. أصبح يعني لسنا معنيين بأصحاب الأمراض، الأمراض والأنفس الخبيثة. واضحة جدا يا أخي، واضحة واضحة واضحة. صحيح. واضحة زي هذا. صحيح. شمس. ناس منكوبين، ناس منكوبين، ناس في الشوارع. حسبنا الله. ناس ما قادرة تأكل. شكرا يا ابو عبد الله، شيء عجيب. شكرا يا ابو عبد الله، يا حياك الله، يا احييك. ومصر جديد، الو، مرحبا. الو الو، نعم، من معي اخي؟ ملايين المشردين، بنيه تحتيه دمرت، لا عد امن، لا عد امان، لا عد استقرار. الو، مرحب ابو نوره، حياك، كيف الحال؟ تفضل 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 يا ابو نور، انت على الهواء. الزعيم رحمه الله شال البلد يا كل عمر بك، شرقه الى شرقه ومن شماله الى جنوبه. نعم، هذا واصل يا ابو نور. في مشكله في الاتصال يا عم خالد ولا ايش؟ الو الو، رحب. شكرا يا ابو نور، عاد الاتصال. الو، نعم، يا قيس ورحب يا قيس، تحيه الافطار في مارب وفي الساحل الغربي. نعم، وين وديت ليلى يا قيس؟ بجميع القضاءات يا عم فارس. نعم، بيض الله وجوههم جميعا. وين ليلى؟ وين وديت ليلى؟ ومن نصر الى نصر فارس ان شاء الله. مع السلامة. شكرا يا قيس، خلونا نشوف وصل دولي يا شباب. الو الو، مرحبا. الو، نعم اخي، للاسف غيره يا شباب، ما في صوت. مساء النور والعافية، تفضل يا ابو رغد. اي لا، نعبر لك على المنقذات، اي المنقذات اللي تبغى. يمكن يا ابو رغد، عشان ما يقولوش احنا بنتنكر لهم، يعني ممكن يكون معهم منقذات احنا ما عرفناها، احنا لابسين نظاره سوداء. يمكن موجوده يا اخي من 11 فبراير، موجود يا اخي من 10 نعم. سنين منقذات. منقذات الزعيم رحمه الله، 33 السنه. للآن هم لهم 10 سنين ما قدروا ينهوا المنقذات حق الزعيم رحمه الله، لهم 10 سنوات يدقوا فيها، مدارس يهدموا، طرقات يهدموا، مطارات يهدموا، مصانع يهدموا. نعم. بخلال 10 سنين ما أنقذوا علي عبد الله صالح ولا قدروا ينهوا منقذاته، مكاتب، قصور، مباني، طرقات، شق جبال، كل شيء للآن ما قدروا ينهوا. نعم. ومنقذات الإخوان لا وفقهم الله ولا بارك فيهم، هدوا المدارس، قطعوا الطرقات، رفعوا البترول، أنجزوا، وقفوا المصانع. نعم. دمروا كل شيء. الإخوة الحوثة منقذاتهم بطريقة الإخوان وصلوهم إلى العاصمة صنعاء. نعم. هذه منقذات الإخوان المسلمين، وقفوا مع الحوثة، قالوا يحاربوا الحوثة، وصلوهم إلى صنعاء، إلى سلطة الحكم حقهم.
وشلوا انفسهم زي اللي وريت لنا ابو الدقن الاحمر. الان الله يعلمه فين باي طائر مانا هو. ارحل يرحل بروحه وشاب الشعب ياكل لله بين الزباله زي ما انت شايف. طيب ما هو ذنب الشعب يا ابو رغد؟ ما هو ذنب الشعب؟ ما يطلعوا دل الاكل فيها ده الحين هؤلاء. والان الحوثي منقزات الحوثي المقابر لست عنهم صنعاء ولست عنهم صعدة ولست صحيح. شكرا يا ابو رغد احييك. شكرا لك وصلت الفكره ومتصل جديد له مرحبا. احنا نتمنى من خلال هذه النافذه احنا على الهواء واتمنى من اصحاب الساحات ولا من شباب الساحات ولا من كانوا في الساحات يا اخي اتصلوا عبروا عن رايكم. يعني يمكن قمنا لكم منجزات واحنا ما نعرفها، يمكن قضيتم على الفساد، يمكن حققتم منجزات، يمكن صنعتم مشاريع، يمكن حل احلتم الامن والامان والاستقرار، يمكن يعني نفذتم الديمقراطيه التي كان محروم منها البلد. يمكن معكم منجزات وحنا ما نعرفها، تحدثوا عنها وضحوها للشعب. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام يا ابو طارق تفضل. الله يزيد فضلك، طول الله عمرك. وياك الاخ عبد الله من الجنوب الحبيبة بلاد اليمن. نعم. أنا يماني، اتصل على سهيل، اتصل على الغد المشرق، اتصل على عبد اللايف. نعم. الانفصاليين ذي اللي يفتح لي خط تتصل لهم شو تناقش معهم وشو انتقدهم. نعم. سهيل ما هيش لا قدوة اليمن ولا كلنا يمنيين، فينا الخطائين وفينا التوابون. صحيح. صح. نعم. فعلى حس نقرأ من نقر أبو طارق، أبو طارق يمني صميم لا يجامل لا انتقالي ولا سهيل ولا يجامل أي أحد. نعم. طيب خلينا في موضوعنا اليوم يا أبو طارق الله يحفظك، عشان ما يضيعنا الوقت وش الناس يشاركوا، ربما نعم في منجزات احنا نقهلها. يعني نعم عملتها 11 فبراير اليمن واليمنيين. 11 فبراير أنا فانا أقول يا أبو عبد الله أبو طارق من الحديدة نكبنا احنا 11 فبراير. نعم. نكبر احنا الاخوان المسلمين واستفاد من المشكلة. كم من واحد يتربص في اليمن شي مزك اليمن شي فتتات تفتيت. نعم صحيح. متربصون كفر لله الامر. ابو عبد الله انا انتقد 11 فبراير حتى اموت، ما نكب احنا ودمر احنا الا الاخوان المسلمين. شكرا يا ابو طارق وصلت الفكره اخي احييك ونحترم كل الاراء. الو نعم. السلام عليكم. وعليك السلام تفضل يا ابو نوره انا الصوت اوضح. حياك الله. انا قلت لك هذا الرجل يا طول العمر رحمه الله كان عليه حمل. نعم. حمل يا طول العمر، حامل الوطن والشعب والدنيا يا طول العمر باكملها. نعم. بعد ما راح يا طول العمر لا رينا الا الفساد ولا رينا الا الخراب ولا رينا الا الدمار. نعم. ولا رينا الا الموت بعده. الثانية يا طول العمر في حاجة، الحوثي ظاهر بالعينة وكل الناس متجبهل، ولكن احنا نتجاهل حاجة يا طول العمر موجودة. نعم. وهي الاصلاح يشتغلوا من تحت الطاولة يا طول العمر، وهم اكبر جبهة فساد في العالم. نعم. سمعت. والثانية يا طول العمر فيه مؤامرات الحين على اشخاص مارب من قبل الاخوان، هذولا يشتغلوا من تحت الطاولة يا طول العمر واحنا نتجاهلهم، وهم الذي دمروا الشعب يا طول العمر درجة دمروا الجو. حسبنا الله ونعم الوكيل. دمروا يا طول العمر في المناطق الجوف تسليم للحوثي بالتفاق يا طول العمر من تحت الطاولة. نعم. شكرا يا ابو نوره. نحذر الاخوان الاصلاحيين. شكرا يا ابو نوره وصلت الفكره وحيك احييك. معذره اليوم اعذرونا على المقاطعه لانه نشي كل اكبر قدر ممكن كلنا يعبر عن رايه. شكرا يا ابو نوره احييك. متصل الدوليه يا شباب. الو الو مرحبا. الو اتفضل اخي من معي. يا سبعة سبعة لا تشغل لي الخط الله يحفظك، انت الان على الهواء تفضل هات ما عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ غير يا شباب للاسف. الرجاء من المتصل مسك معك الخط عفرف على نفسك وادخل في الموضوع الله يخليك. لا تشغلونا الخطوط وعبروا عن ارائكم يا اخي، انتقدونا قولوا ما عنا، احنا ما قلناش امدحونا ولا قلنا طبلوا لنا ولا كل واحد عبر عن رأيه وكل واحد هو ورأيه على رأسنا على رؤوسنا جميعا.
الو نعم تفضل اخي من معي. الو مرحب من معي اخي تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. من كيف حالك؟ غير يا شباب للاسف خلونا نشوف اتصال دولي. الو نعم الو مرحبا الو ايضا فصل. غير يا عم خالد. حيا ومرحبا من معي اخي؟ معك ابو احمد. مرحبا يا ابو احمد. يا اخي لا نعوض على التأمين يا فاصل. فاصل يا ما نعول على الشرعية شرعية فاصلة نحن نقول صار عرم في جيد ان شاء الله قريب يا ابو احمد. شكرا لك. ومتصل دولي جديد. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فارس؟ حيا من معي اخي؟ ابو قاسم. مرحبا يا ابو قاسم طولت الغيبة. والله يكون الحمد لله بعافية شوية. كيف حالك؟ الله يخليك تفضل. من منقسات 11 فبراير شردت كل الامنيين من كل بيت. نعم. من منقسات 11 فبراير هدمت دولة نهاية بالنظام السابق وصولا الى الكراسي. نعم. من منقسات 11 فبراير ايصال الحوثي الى سدرة الحكم الى كرسي الحكم. من منقسات 11 فبراير الاعتذار للحوثي عن حروب الشد الذي خباب النظام الجمهوري. نعم. اعادة الامامة. 11 فبراير نكبة لا يمكن تخيلها ولا توقعها في أي دولة وفي أي عصر وفي أي مكان. نعم. وهؤلاء منزوعون الحياة منزوعون الكرامة منزوعون والله ما فيهم درة وطنية. إذا سألوا نكاية هم يعلموا علم اليقين نجلس معهم في المقاهيل في المجالس في كل مكان يقولوا بأنهم غلطانين ولكن أمام الشاشات وأمام الخصوم وأمام الكاميرات يقولوا إحنا أثرنا في ثورة والناس انحرفت. من اللي انحرف؟ أنت وزعت منشوراتك أول ما أعلن حسن مبارك رحمة الله عليه التنازل عن كرسي الحكم تعز ثلاث ساعات الساعة 12 في الليل وتعز كلها من ساقات إلى حل. نعم. في نفس اللحظة كنتم معدين لها وكنتم مجهزين لها. صحيح. في 2007 هم جهزوا لهذا الخروج. صحيح. في تدمير اليمن مكانة 11 فبراير الربيع العبري لليغا جعلهم متنفس لأنهم هم على عملاء على عمالة مع الدول الخارجية الداعمة لهذا التحريم. صحيح. وكشفتهم كشفتهم امريكا كشفتهم للشعوب لكن الشعوب تنسي المشكله. يعني الصراع اللي كان حاصل ما بين الجمهوريين والديمقراطيين خرج ما يسكم الانوف من فضائح وهم يدعموا الاخوان في كل الوطن العربي ومنها اليمن. نعم نعم وما زالوا المشكله انهم ما زالوا يكابرون على وطن. صحيح. هذه مشكلتنا والشعب اليمني. انا استغرب حتى اليوم يقول لك قتلوا زعيمكم. طيب انت يا البعيد عن الكل اذا كنت محترم ليش ما خرجت اليوم وريتنا رقبتك والصدور العاريه؟ صحيح. اين مسيره الحياه التي ما مشت من تعجل صنعاء رجل؟ نعم. ليش اليوم ما تخرج حتى تدافع عن كرامه اهلك واسرتك وزوجتك وبنتك الذي تهان في كل مكان في السجون؟ عفاش رحمه الله عليه قاتل الحوثي بكرامه وقتل واستشهد. صحيح. اذا قال للجمهور انت ماذا فعلت؟ شكرا يا ابو قاسم. انت تقلك المحنان من دوله الى دوله. شكرا يا ابو قاسم احييك احييك معذره على المقاطعه. شكرا لكم. معنا من امريكا ابو 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 محمد. تفضل يا ابو محمد. ابو محمد عيد الاتصال للاسف فصل. غير يا شباب. الو رابح من الجزائر. رابح وارحب يا رابح وارحب ارحب وارحب وارحب يا رابح. رابح من الجزائر وحييك على راسي. تفضل. الله يحفظك يا اخبر. نعم. انا والله ما عنديش مستوى انا ما نقراش. لا كلامك والله احسن من اللي يقراوا يا رابح. احسن من اللي يقراوا. اللي يقراوا يدمروا البلاد. البعض منهم طبعا البعض. لا تقاطعني ربي يجازيك ما تقاطعني اصبر. طيب تفضل. يا فارس خويا اتفضل. يا فارس انا 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 ما عنديش مستوى وانت تفهم خير مني في السياسه. قد صاروا الثورات العربيه ناضت عندنا ثورات ولكن ناضت ثوره مضاده للثوره نتاع الشعب. كان في بال نعطوا مثال برك هنا في الجزائر عندنا ثوره ما شاء الله نتاع الحراك والله زجاجه واحده لم تتكسر في الشارع بالملايين خرجت الملك زجاجه واحده ما حبه تعبيض ما تكسرش. ولكن النظام هذا علاه ناض الحراك علاه ناض الشعب علاه من اجل الظلم من اجل المؤسسه العسكريه نتاع الشعب خاطبها جنرالات خاطبينها من حاضرين الشعب افزين على البرلمان افزين على العداله افزين على كل شيء المؤسسات كامله في يديهم الشعب ناض باش يحرر المؤسسات يا الاخبار.
نعم. يا الأخبار احنا نضمن في ثورة، نضمن ثورة تعني سلمية وتبقى سلمية حتى نهروا المؤسسة العسكرية من نرجع إلى هذه الشعب من إصابة جنرالات. طيب يا رابح انت، طيب يا اخ رابح الله يحفظك. طيب اسمعني يا درس العدالة وما أدراك من العدالة. احنا ما نقول ان الانظمة السابقة كانت ملائكة ما كانش عندها فساد ولا تخطئ، ما قلناش هذا الكلام، لكن انت نعم انت لم تأتي بالاحسن ولم تحافظ على الموجود. يا رابح ذا الحين الناس يقول احنا نتحدث عن قضية شعب، عن قضية اوطان، سواء اليمن، سوريا، ليبيا، تونس، كل الوطن العربي. نعم ولكن احنا نبنى في سمي شوف هون اليوم وش راه يقال؟ قوات الامن تعتقل الحركيين وتدن بهم جنسيا، تدن بهم جنسيا يا فارس. شكرا يا اخ رابح، احييك وصلت الفكره اخي، تحيه لك، تحيه لك. احنا نقول انه اتحدى اي دوله عربيه كانت تمتلك الديمقراطيه اللي كانت موجوده باليمن. يعني اليوم نتساءل هل علي عبد الله صالح الله يرحمه، هل الزعيم علي عبد الله صالح عندما لم يستخدم القوه وكان قادر عليها كان يمتلك المؤسسة العسكرية والجيش والأمن والقبائل والمال وكل والشعب، يعني ثلثي الشعب 90% من الشعب كان معاه. لحظة الله يحفظك. يعني هل كان غلطته إنه ما سحقش هؤلاء الناس؟ وإلا قال الدم اليمني غالي وتنازل عن السلطة وتنازل عن ما تبقى له من السلطة، هل كان غلطان؟ اليوم الذين يتبجحون بأنهم عملوا ثورة، ما دولنا منجزات حتى يا جماعة نحتفل معكم، حتى نعترف انكم انقذتونا من الفساد والمفسدين كما تدعون، وانكم صنعتم لنا المعجزات والمنجزات التي ما سبق لها احد. تفضل اخي من؟ وعليك السلام. تفضل من؟ ابو نايف. تفضل يا ابو نايف. يا اخي بطل سمحتم. نبطل ايش؟ نعم. نبطل ماذا يا ابو نايف؟ واصل وضح. يعد الاتصال، شكرا لك. ما في صوت يا شباب غيره. احنا نقول دائما نرحب بكل الاراء، والله ما نزعل من احد ولا يهزنا احد، من سواء كان ايجابا او سلبا، نحترم كل الاراء، لكن تكون بعيدا عن اخلاق الشوارع. الو نعم. الو ورحب يا ابو طارق. الو ورحب يا ابو طارق، انت على الهواء. الو عليكم. وعليك السلام. التقطيع عندنا ملخبطه من امس ما قدرنا نتصل. طيب واصل يا ابو طارق. الو خلونا نشوف ابو محمد من امريكا يا شباب. الو تفضل يا ابو محمد. حياك الله يا فهد، حياك الله. الله يحييك. احنا نكتب عن انفسنا ولا يعني بالعفر انفسنا وكيف الخبر يعني احنا والله يا ابو محمد الراي لك. 11 فبراير ولا كيف الخبر؟ تدري ان هذه نكبه في انتخابات اليمنيين وجوع اليمنيين. نعم. وحبشتهم وخلتهم يعني لا مأوى ولا علاج ولا شيء. نعم. ها؟ عاد في عالم عاد يقول ولا ما في كيف الخبر هذا يا فارس؟ والله عاد في ناس يحتفلون بها ويعتبروا منجز تاريخي. انا امس يعني قالي الجنان لما جيت قناة يمن الشباب يوم كل من يقول لك انه هم هذول هلا يخرجوا نكبة 11 فبراير انهم نعم. يفاد انه دي حاربوا كذابين ابوهم كذابين للرجال والنساء اللي يكذبوا على من يكذبوا هذا على من يعني يكذبوا كذبوا يصدقوا ولا الخبر هذا كذا ما احنا وصلنا المواصل هذه نعم طلعوا عندك ها؟ نعم يعرفوا يعني ما قصدش يعني يقرأوا الواقع كيف كانوا وين وصلنا الان هم صراحة يعني ثورتهم هذا أنك بحكم ما تخون الحوثي هذه أنك بحكم هو صحيح إنه يعني هذه نفعونا فيها دخل على قمة الحوثي وعلى الحاكم محمد هذه الدين بعدين بعد اليمنيين نلحقهم الله خير فيه إن شاء الله تفرج يا محمد إن شاء الله هذه فتنة وبس تزول فتنة زائلة وتوكل كمان نبعها إن هي خرجت صلحت راسها صلحت راسها نعم صحيح مكجه ولك أنا عيني عايك صورتها من قبل هذا الحين المكتب عن بسنا صحيح وصحتر هذا نسي مغطى أحتاري قرير حاله ولا يفضل واحد نعم 25 مليون وينسر يقول هذا عاسي ناس يقولوا حق الله ولا يعين لك يعني هو مكذبة شكرا يعني يا ابو محمد يكذبوا ستفرق يا ابو محمد مهما طالت مهما طالت لابد للظلم ان يندحر ولا بد للقيد ان ينكسر شكرا لك يا ابو محمد تحيه لك لكل المغتربين شكرا اخي ومتصل جديد الو مرحبا الو تفضل يا عم خالد موجود ولا لا؟ ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من معاك؟ خير يا فارس. مرحب.
مساء الرقي يا راقي. احييك، من معي؟ معك ابو خالد. مرحبا يا ابو خالد، طولت الغيبه يا ابو خالد لك كثير. اي والله طولت الغيبه. اتفضل يا ابو خالد. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ لله الحمد والمنه. والله اليوم قلنا نذكر الناس بما حدث قبل 10 سنين، كان ثوره ولا كان نكبه ولا كان بوره ولا ما هو نكبة. يعني نكبه. نعم ثوره نكبه، هذه ضحكه على الشعوب العربيه باسم الديمقراطيه. صحيح، واحنا كشعوب مغفلين، صدقنا الكلام الفاضي اللي بيقوله الغرب. صحيح. الان بنت الديمقراطيه، الان الحوثي يصنف جماعه ارهابيه ويلغوا التصنيف. نعم. هذه الديمقراطيه اللي يدعوها. الحوثي يفجر، الحوثي يزرع قنابل، الحوثي يضرب بالطيارات بالصواريخ المدنيين اللي ما لهم ذنب باسم الديمقراطيه حقهم اللي اصطنعوها لنا 2011. نعم. هذه شعوبنا ما تعافت من 2011 ولسه قدامنا شويه كمان عشان نتعافى. نعم. إن لم يكون شعوب، احنا شعوب واعيه. صحيح. فلن نحافظ على بلداننا وعلى امننا وعلى سلمنا. احنا مسلمين، احنا الديمقراطيه اساس، الاسلام اساس الديمقراطيه. صحيح. صحيح. نعم. هو ما يجي يعلمنا الديمقراطيه، لانه هو الكلب عنده افضل مني. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. نعم. دم الكلب، انت اقتل كلب واقتل انسان. ان قتل 10 في الوطن العربي واقتل كلب عندهم، تقوم الدنيا وتقعد. صحيح. اسم الديمقراطيه الزائفه. اشكرك يا ابو خالد، ان شاء الله دفرك. الله يرحم الزعيم، رحمه الله عليه. نعم. صنع معجزات ما حد سواها في اليمن من تاريخ اليمن الى اليوم. صحيح. اتحدى اي واحد ترأس اليمن سواء في الملكية أو في الجمهورية، صنع ما صنعه لعبد الله صالح من أمن واستقرار ورخاء. نعم. وتعليم وطرق وكل شيء. صحيح. وبنية تحتية محترمة. الآن اللي صنعه على عبد الله صالح 33 سنة نسفوه في 5 سنوات، وإن شاء الله سيعود. يعني سيعود كل شيء. 30 سنة. صحيح. 30 سنة عشان تعيد اللي سواه لعبد الله صالح، مش بالسهل يرجع ترى. صحيح. احنا شعوب هبل، نصدق كل كلمه تقال لنا. ان شاء الله تكون هذه اخر الفتن، ما نشتغل بتفكير. اخر الفتن ان شاء الله هو يعقل الشعب وتعقل الشعوب، لا تصدق له ولا المزوقعين ولا هؤلاء المهرطقين. المفروض يا اخويا فارس الان نوعى للي شايفينه، احنا نوعى كشعوب عربيه، ما نصدق اي انسان. نعم. شكرا يا ابو خالد. مهما كان القائد حقك في سوء، ما في انسان منزه. صحيح. شكرا يا ابو خالد. حكمهم كلهم مش ملائكه. أحييك، وصلت الفكرة. وخلونا نشوف وصل دولي جديد يا شباب. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عم فارس؟ حياك، من معي أخي؟ أبو عفاش من جوف. مرحب يا أبو عفاش. الله يحييك. أنا كبير 11 فبراير، هذه هي من محادثة ممولة الحوثيين. نعم، وصل، تفضل. نكبة 11 فبراير هي من ممولة ومحادثة الحوثيين تمدد في اليمن. نعم. وهي من أيادي الله تفضل إفلاسي بدايتها، يعني قبل ما يدخل صانعة وكل المحافظات. نعم. ويدعونها ثورة، وهذا يعني ليس الثورة، يعني تثبت الزعلان في تدمير اليمن. اليوم الشعب اليمني بأمس الحاجة إلى ثورة حقيقية لإنقاذه من كل هذه الميليشيات يا أبو عفاش. اليوم المفروض. صحيح. لكن إن شاء الله نعاد العمل في العميد طارق ورجالات تحرير اليمن وتصحيح المسار بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. أحييك يا أبو عفش، تحية لك ولكل أبناء القوف ولكل القبائل. شكرا لك أخي. متصل جديد. ألو، مرحبا. ألو. الخير. سنور، العافية. كيف حالك؟ حياك ورحب، من معي؟ معاك أبو همام. ورحب يا أبو همام. من جبل مراد. تحية لك، تفضل. يا خبير، هذا الذي يحتفلوا بهذه الثورة، هذه الثورة نكبت الشعب. نعم. نكبتنا، على ايش يحتفلوا؟ صحيح. كيف الاوضاع؟ بشر الناس، بشر الشعب، بشر المستمعين والمشاهدين يا ابو همام، كيف الاوضاع عندكم؟ والله احنا بالنسبة للجبل الأبر مسيطرين، احنا ما دخل فيها ولا واحد من اصحاب هذه الثورة، احنا صافين من الجبل. بيض الله وجهكم. اما اللي هم مسيطرين عليه في مارب، الحوثي اتقدم مع يعلم الله ومن يشله عليهم. ان شاء الله تفرق يا ابو همام. ان شاء الله باذن الله. طالما صمدت مارب برجالها وابنائها كل هذه الشهور ستظل صامده ان شاء الله.
والعار والخزي لكل من سيخون أبناء مارب وكل من سيبيع مارب سواء كان شرعية أو غير شرعية. شكرا يا أبو همام. ومتصل جديد، ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل يا أخ علي. الله يعطيك العافية. أولا نعزي أبناء الشعب اليمني كافة ونعزي أنفسنا الشباب الذين يسقطون في ريعان شبابهم من كلا الجهتين، فبالأخير هو الدم يمني واحد. صحيح. أما بالنسبة ما قدمت نكبة 11 فبراير فهي قدمت اليمن على طبق من ذهب بأبنائها بثرواتها للعدو، بطبق من ذهب الذي كان يحلم أن يطأ أصبعه أرض اليمن. دعم. من زمان أصبحت اليوم اليمن مرتع لكل من هب ودب. فإذا كان الشيعة يلطمون نفسهم في يوم عاشوراء فعلى الشباب المغرر بهم الذين خرجوا في هذه النكبة لا لأجل شيء، من أجل مصاريع صغيرة كان يديرها كبارهم. نعم. في الإخوان المسلمين الذين كانوا لا يستطيعون أن يخرجوا إلى دمار، عليهم أن يلطموا نفسهم في يوم 11 فبراير. نعم. وهو يوم النكبة التي حلت على اليمن. نعم. فمن كان لا يستطيع أن يخرج من صنعاء إلى دمار من هؤلاء المتربصين باليمن والمتآمرين على اليمن أصبحوا اليوم يا أخي فارس فنادق للثراء الفاحش. صحيح. الشعب اليمني يموت في كل الجبهات. ماذا قدموا لنا؟ شردونا ومطاراتنا مكفرة وأصبح اليمني مطلوب أينما في كل بقاع الأرض، لا لنا قيمة لا في الخارج ولا في الداخل. من نعم. دخل إلى الوطن يقرأ على روحه الفاتحة، إما أن يقتل أو يسلب أو ينهب، ومن خرج إلى خارج الوطن لا قيمة له ولا. صحيح. لجوازه ولا لمقدراته. أصبحت اليمن اليوم يا أخي فارس غابة وحوش. إن شاء الله تفرج علي جميعاً. إن شاء الله نعتبرها فتنة وستزول وسوف تنتهي، ومع المقاومة الجنوبية من أجل تحرير اليمن من العبث. نعم. ومن اليوم يبكون على الوحدة. لا نلوم الجنوبيين إذا أرادوا الانفصال ما دام ونحن لم نستطع أن نحرر أنفسنا أولاً ونحرر ونصفي نيتنا من أجل تحرير وطننا من جماعة التمرد الإرهابية وجماعة الأخوان. شكراً لك يا علي، أحييك أخي. ومصر الجديد، ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليك السلام، مرحبا يا أبو طارق. هلا هذا عندنا مخططة من الليلة تمشي. واصل نورتنا. قلنا البرد قاسي والسحايب ممطرة والسيل سقف والجربة عاطية. واصل. والجربة عاطية والجيش في الساحل مع هبل القتال، ما همهم قدر الجيوش الفاشلة. نعم. أحمد علي رئيس يمننا المعتمد، ما عبد ربه ومدينة القارشة. قد جاء الترك، قد جابوا الترك والإيران جابوا لنا كتب وملازم زيفة. نعم. زيفة جابوا لنا كتب من زيفة وعللوا فيهن أكبر فاحشة، سبوا صحابات النبي كلهم، سبوا من النساء أمي عايشة وسلامتك. صح لسانك يا أبو طارق، وحييك أخ العزيز. ومصل جديد، ألو مرحبا. ألو نعم. غير يا شباب، للأسف ما فيش صوت. ومصل جديد، ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي فارس؟ حياك، من معي يا أخي؟ معك ابن تهامة. مرحبا يا ابن تهامة. أقول الله يسهل الأمور ويصلح لنا البلاد. آمين. ونجح البلاد. نعم. وأرد على هذا أبو خالد الذي يقول أنه بقبل 2011 كنا تحديدا. إحنا خاصة هذا، إحنا كنا في هذه الأنظمة السابقة، ليس النظام عليك الذي يعمل بحنا. والله الصوت مش واضح يا من تهام، الله يحفظك. ممكن تعيد الاتصال؟ الصوت بيتقطع وبيمشي علينا الوقت بدون ما سمعناك ولا وصلت رسالتك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو وليد. مرحبا يا أبو وليد. مرحبا يا أبو وليد، تفضل. إيش الموضوع اليوم؟ والله نسأل الشعب اليمني بعد 10 سنوات من ربيع 2011، هل كانت ثورة ولا كانت نكبة ولا ما هو مشاريعها، ما هو منجزاتها، ماذا حققت لليمن، ماذا حققت للشعب؟ أول هي نكبة ما هي ثورة. نعم. هي نكبة الإخوان.
والاخوان الان عبد الله زعتر مدر عبد الله بسباسي نفذ وصيه الحوثي يقول له 25 مليون وموتوا ويبقوا الحوثة والاخوان. صحيح. هذا اللي هم هذا هدفهم، هذه نكبه. نعم. في ثوره نكبه. فتامر بعدين حصل المتآمرين حصلوا ضالتهم فالإخوان وحصلوا ضالتهم فالحوثة. نعم. وتآمروا على الشعب اليمني سواء كان إقليميا ولا دوليا. صحيح. يعني خلينا صريحين واضحين. صحيح. نعم. يعني حصلوا ضالتهم فالإخوان وقال لك ندمر الشعب ذا نرجعه لحيث ما كان. شكرا يا أبو وليد. أما بالنسبة لرفعة القرآن اللي رفعه الزعيم الله يرحمه فهذه بتفضل تطارد الشعب اليمني طول حياته. نعم صحيح. يعني هي مي بسيطة رفعة القرآن وقال لهم ها هذا بيني وبينكم. صحيح. نعم. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء يا أبو وليد. شكرا لك أخي. ومتصل جديد. ألو مرحبا. ألو. الشعب يتساءل نقول صحاب اللي رأوا خالد من الوليد ونقول صحابة الإخوان ونقول جماعة الخلافة الإسلامية وين الخلافة هذه اللي وعدتونا بها؟ نحن اليوم في العام 22 يا شيخ. ونقى الشيخ الذي قال قد بيقيم الخلافة الإسلامية والعدل والأمن والأمان والاستقرار وبيوحد الأمة العربية والإسلامية يعني وإيش يعني حتى كان قال الغرب بيؤمنوا بيسلموا بهم هكذا بيكون الواحد بس يبصر اللحية هذيك ويؤدي الشهاده. لا اسلاميه ولا هم المسلمين ولا هم الصبيان لهم الله كلهم. مرحبا يا اخي من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام. معك ابو كهلان. مرحبا يا ابو كهلان تفضل. كيف حالك؟ والله الحمد لله ماشي الحال يا ابو كهلان تفضل. وشكرا على البرنامج هذا الطيب ونرجو منكم. نعم. ولا داعي للتفرقه ولا داعي ل 11 فبراير ولا داعي لاي شيء. صحيح. معاك نضم صوتنا الى صوتك لكن منش خلي للناس حالهم. كفات ويكفينا كثر الكلام من في يا اخي التفرقه نريد ان نلمك ونريد ان نكون يد واحده وان نبني يمن جديد ولم كل اليمنيين. والله هي اليوم احنا 10 وبكره 11 يا ابو كهلان نتمنى انه يعني نقول للماضي يعني صفحة جديدة وننسي الماضي المرير وقلنا أكثر من مرة ويكون غدا بيان مشرف للحكومة الشرعية يدعونا فيها إلى ما مضى مضى ودفن الماضي تحت أقدام الأبطال ويحركوا الجبهات يطرقوا الجبهات العسكرية يخرج فخامة الرئيس يلقي خطاب يبث لكل اليمنيين وإحنا معك. من اللي يكره هذا الكلام؟ بدون شرط وقد نريد دفن الماضي ونريد ان نعيد يمن جديد ونتوحد صفا واحدا يا اخي. اليوم الحوثي يريد ان يشل مارب وغدا سيشل الساحل الغربي وغدا سيشل. صحيح. احنا قلت لك اضم صوتي الى صوتك يا ابو كهلان لكن اين العقلاء واين الحكماء؟ لا عد جماعه الدين ولا عد علماء ولا عد حكماء ولا عد مشايخ قبائل ولا عد نخب عسكريه ولا عد نخب سياسيه. الكل صمت والكل سكت والكل فحط وخلى الحوثي يلعب على ما هو اورلا والمشرفين تبع طهران وايران. شكرا يا ابو كهلان. شوفوا لنا اخر متصلين يا شباب. الو مرحبا. الو. الو مرحبا. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. المنجزات ويا حتى باليمن. اسمع بس. تفضل من معي اخي؟ معك ابو رعد. ابو رعد تفضل يا ابو رعد. المنجزات حتى باليمن واليمنيين نفسيا ومعونه وماديا. نعم. القت والمرض والجوع والفقر. نعم. حطموا كل شيء جميل. دمروا الجيش، دمروا المدارس، دمروا الجامعات، دمروا المستشفيات والمعاهد والطرقات والمطارات والميانة وأوقفوا كل شيء. نعم. دفنوا الأمن والأمان في البلاد كامل وأوجدوا الخوف والفقر والغلاء الفاحش كل شيء الفساد في البر والبحر والجو. منهم يا أبو رعد منهم؟ أوجدوا المقابر هودا اللي خرجوا في 11 فبراير الكلاب. ما هم قالوا صنعوا لنا المنجزات ويعني طيب واصل. اوجدوا الاف المقابر لالاف مئات الالاف من اليمنيين. نعم. الفقر والمرض واوجدوا المهم كل واوجدوا لنا الاف المعوقين اللي يده ما هلج واللي رجله ما هلج. حسبنا الله ونعم الوكيل. صحيح. والحاله يرسالهم.
الله لا وفقهم لا بالدنيا ولا بالآخرة. آمين. رحمة الله على الزعيم وكل شهداء. نعم شكرا يا أبو رعد. شكرا شكرا لك أخي العزيز. ودائما نقول لشعبنا اليمني مزيد من الصبر، مزيد من الصبود، مزيد من الثبات، مزيد من الأمل بالله وبالأبطال في مختلف الجبهات. ودائما عاهد هنالك أبطال الآلاف إن لم يكونوا مئة الآلاف، أبطال عاهدوا الله والوطن والشعب وقد خرجوا تركوا ديارهم وأهلهم وذويهم وعاقدين العزم ألا يعودوا إلا بإحدى الحسينيين إما النصر أو الشهادة. المعركة الوطنية الشاملة لم تبدأ بعد، وكل هذه الإرهاصات والمقدمات والحاصل هي غربلة غربلة حتى يعرف القاصي والداني ويتأكد الشعب اليمني يقينا دون ظن دون شك دون أي يعني دون أي وهم أنه من له ومن عليه. وستبدأ المعركة الوطنية قادمة إن شاء الله التي ستقضي على كل هذه المشاريع التي دمرت البلد وتعود اليمن آمنة مستقرة، وسيعيش اليمنيون مثل ما تعيش دول الخليج وغير الخليج. تكون آخر الفتن إن شاء الله يدفنها الأبطال والشرفاء والأحرار. من فاته المشاهدة بالإمكان في العادة 12 ونصف بعد منتصف الليل أو تزور موقعنا كالعادة قناة اليمن اليوم على اليوتيوب. دمتم داول الوطن بألف خير. إلى اللقاء.